السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة منتخب تونس أمام منتخب غينيا الاستوائية بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء 5/6/2024، مباراة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك من أفريقيا طبعا. تونس في مواجهة غينيا الاستوائية بإذن الله تعالى، المباراة زي ما قلنا الأربعاء الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، وزي ما قلنا 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة اس اس سي سبورت 1 HD، والمعلق حاتم بطيشة، اس اس سي سبورت 5 HD والمعلق حاتم بطيشة. والمباراة هتكون في تونس على ملعب الأولمبي حماد العقربي، فقناة تونس الوطنية الأرضية هتذيع المباراة. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.